بهذا الفيديو طريقة تحويل متجر بلاي إلى أمريكي مدى الحياة، يعني إذا فرمت جهازك أو نقلت إيميل من جهاز لجهاز يبقى عندك المتجر أمريكي. بنفس الوقت راح تقدر تشحن ألعابك كلها مجانا وأي لعبة تعجبك. معي خلونا نصلي على الحبيب محمد، ويلا يا أصدقائي خليكم مع الفيديو. يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت وياكم فيديو جديد. فيديو اليوم طريقة تحويل متجر بلاي إلى أمريكي، التحديث الجديد مدى الحياة. مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق وكثير تعليقات جتي على هذا الشيء، يعني أنا وبنزلنا طريقة تحويل متجر بلاي التحديث الجديد. فاليوم يا حبايبي نزلت لكم الطريقة، وإذا تريدون الطريقة تنجح معكم إن لازم تتابعون الفيديو من البداية للنهاية، تخلون بالكم مع الفيديو مش تقدمون بالفيديو وبعدها تجين تقولين نوبة الطريقة من نجحت معي. ملاحظة جدا مهمة، كثير يسألون شو نستفاد من تحويل حسابنا إلى أمريكي، وبعض الناس كثير مزعوجة من اختفاء التطبيقات المجانية في المتجر، وفي هالحالة يقول ما راح أحول حسابي إلى أمريكي، يعني أنا شو أستفاد؟ لا يا صديقي، لما تحول حسابك إلى أمريكي، مثلا تروح تشتري بطاقة جوجل، إذا لعبة روبلوكس أو لعبة ببجي أو لا أي لعبة أنت تحبها، لما تريد تشحن هالبطاقة، البطاقة ما تتعبى في حسابك، ليش يا صديقي؟ لأنه حسابك عربي، فهذا أبو المكتب اللي يبيعك البطاقة راح يبيعك بعد إيميل أمريكي، يعني راح يبيعك حساب أمريكي، فتكون البطاقة وسعر الحساب عليك، يعني بدل ما تشتري بطاقة لا تشتري بطاقة، وفي نفس الوقت إن يكون صاحب المكتب بائع الإيميل على أكثر من شخص، فتخيل يا صديقي تضيف إيميل بجهازك مستخدمة أكثر من شخص راح تشكل كارثة جهنمية قنبلة بجهازك، راح ينسرق كل شيء من عندك. فهذه ملاحظة بسيطة بتمنى الكل يستفاد من عدها. وهسة يا حبايبي خليكم مع الشرح، حطوا لايك واشتركوا في القناة وزون هذا المقطع أكثر من 1000 لايك، بنفس الوقت همتكم على 50,000 وردة، ما بقالنا شيء على 50,000 وردة. يلا يا حبايبي خليكم مع الخطوات. قبل لا أبلش بالشرح أشوفكم الحساب اللي حوله أمريكي، لنعرف بعض النفوس الضعيفة كتبوا لي أنت كذابة يا نوبة. هذا الحساب يا أصدقاء مثل ما تشوفونه، هذا هو الإيميل وهذا المتجر في العراق، يعني مو المتجر في الولايات المتحدة، المتجر عراقي يا أصدقاء. فعلى هذا الحساب حشرح لكم، هذا الحساب للتجربة فقط، حشرح لكم طريقة تحويله إلى أمريكي. خلوا بالك وياي يا صديق، كل ما عليك تحتاج إلى تطبيقين فقط بخطوات جدا بسيطة وما تاخذ من وقتك 3 دقائق ويتحول عندك المتجر أمريكي. أول تطبيق خنكتب وياكم VPN، وبصراحة يا حبايبي هذا الفي بي ان كثير يعجبني وعلى طول استخدمه وناجح، فراح اثبت هذا الفي بي ان. التطبيق الثاني هذا هو يا اصدقاء تطبيق ريورد، هذا التطبيق موجود بمتجر بلاي وحضيف لكم رابط التطبيق او التعليق لو بصندوق الوصف، خاف انتم تدخون او تقولون نوبة ما وجدنا التطبيق، خلاص حضيفه لكم، فنضغط على تثبيت التطبيق، خلوه يتثبت وارجع وياكم. اوكي يا حبايب، بعد ما ثبتنا لنا التطبيقين، تطبيق الفي بي ان وتطبيق ريورس، تروحون على كلمة ضبط او ضبط الجهاز، بعدها يا حبايب تروحون على التطبيقات وتبحثون عن متجر بلاي، وقلت لكم اعدادات عنا اعدادات تختلف، يعني جزء اعدادات جهازك تختلف عن اعدادات، بس هي كلها نفس الشيء. فهسه يا حبايبي نبحث عن متجر بلاي، متجر هذا متجر بلاي، بعدها يا حبايبي تروحون على مكان التخزين، بعدها تضغطون على مسح البيانات، خلاص هسه مسحنا كل البيانات الموجودة بالمتجر، نخرج من علامة الضغط كلها. وين تروحون يا حبايبي؟ تروحون على VPN، هذا VPN اللي نزلناه تروحون عليه، اوكي تنتظرون ليتعدكم، بعدها تضغطون على الموقع الافتراضي، هذه كلمة الموقع الافتراضي. هنا يا حبايب تختارون الولايات المتحدة آخر وحدة، أوكي؟ وهنا تضغطون على كلمة موافق، خلاص بدأ يبتعدنا الفي بي ان، انتظر شوي لين تصل، خلاص حبايبي ابتعدنا الفي بي ان، اتصل عندنا مثل ما تشوفون، هذا هو الفي بي ان متصل، خلاص هسه نخرج من الفي بي ان على هذا برنامج رويدس، نضغط على البرنامج، ضغطون على نيكست، بعدها نيكست، بعدها دون، بعدها هنا يا حبايبي ظهرت لكم جميع الايميلات الموجودة بجهازكم،
انتم يا امي يلا تريدون تختاروا وتحولوه الى حساب امريكي انتم مخيرين، فهساني حختار الايميل اللي نشأته وياكم وحوله الى امريكي، فاضغط عليه واضغط على كلمة موافق وانتظر ليحمل عندي. ظهرت لكم هذه الواجهة، تضغطون على الايقونة. بعد هنا يقول لك اكتب اسمك، انت اي اسم تريد تكتبه، مثلا هسه اكتب اني نوبة نوبة. اوكي يا حبايبي، هسه انا مثلا كتبت نوبة. هنا تلقائيا مختار لي الامارات العربية المتحدة، انتم تختارون الولايات المتحدة. اوكي فهسه انا حختار الولايات المتحدة، الولايات المتحدة. اوكي يا حبايبي، اول شي هنا اسمك، وبعدها هنا تختار الولايات المتحدة. هنا يا حبايبي حضيف الرقم اللي حضيفه إلك، ركز وياه، الرقم موجود في صندوق الوصف وهماتي حرده إلك رقم ورقم حتى تضيفه مثل ما هو. إذا خطأت بالرقم خلاص ما يصير عندك الحساب أمريكي. أوكي الرقم 7 5 4 0 2. أوكي يا حبايبي هذا هو الرقم اللي تضيفه، هماتي حترك لك الرقم في صندوق الوصف. بعد ما تكمل الرقم تضغط على تم وتضغط على الأيقونة التحت اللونها أزرق وتنتظر يا صديقي ليحمل عندك. خلاص أضغط على استمر، وهاي جاري إضافتها. خلاص هنا مطلوب عمرك أنتم مخيرين، فأنا حضغط من 18 لـ24. نضغط على الأيقونة الزرقاء. هنا أنت يقول لك أنت شاب أم بنت، خلاص أضغط على ثاني وحدة وأضغط على الأيقونة الزرقاء، ويقول لك اللغة، اختاروا اللغة الإنجليزية مش الإسبانية، اختاروا اللغة الإنجليزية. وبعدها ما تضغط على الأيقونة وخلاص بدأ يحمل عندك. بعدها يا صديقي تضغط هماتي هنا تنتظر ليحمل عندك. حبايبي بعد هذه الخطوات اللي نشأناها مع بعض، أكد لكم 1000000% أنه صار عندكم متجر بلاي أمريكي ومدى الحياة، ومبروك عليكم نقاط التشغيل. محتاجيته فقط إلى برنامج VPN وهذا البرنامج، وحولنا متجر بلاي الى امريكي. هسه يا حبايبي خلصنا من كل شيء، حولنا حسابنا الى امريكي. فهسه اذا تريد تمسح هذا البرنامج وتمسح الفي بي ان، خلاص عادي جدا انه يبقى المتجر امريكي، وحتى لو تبرمج جهازك وترجع مره ثانيه يا صديقي تلقى الحساب بعد امريكي، وحتى لو تاخذ الحساب وتضيفه بموبايل ثاني همات الحساب يبقى حساب امريكي ومدى الحياه. بس خلونا نروح على متجر بلاي ونشوف تحول عندنا الحساب امريكي او لا. هذا هو الحساب يا اصدقاء، مثل ما تشوفون هذا هو الحساب. طيب هذه هي نقاط التشغيل، مثل ما تشوفوها هذه هي نقاط التشغيل، نضغط عليها. بعدها نضغط انضمام مجانا، وخلص يا اصدقاء صار عندكم نقاط التشغيل وتحول عندكم الحساب الى امريكي. طيب هسه خلونا نطلع من هذه كلها، نروح نطفي الفي بي ان حتى خاف تقولون نوبة كذابة. خلاص فصلنا الفي بي ان، هسه خلونا نرجع للمتجر ونشوفه بعد امريكي او لا. نضغط على الصورة تبع الحساب، مثل ما تشوفون المستوى البرونزي يعني عندنا المتجر بعد امريكي. مثل ما تشوفون هذه نقاط التشغيل صارت عندي، وهسه قدامكم ححذف التطبيقين، تطبيق الفي بي ان والتطبيق الثاني، وحشوف المتجر بعد امريكي او تغير، حتى خاف تقولون نوبة انتي كذابة. هاي قدامكم متجر، واشوفكم بعد متجر امريكي او لا. مثل ما تشوفون حبايبي صار عندكم المتجر امريكي ومدى الحياة، والف مبروك عليكم حساب امريكي. فلنا يا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى تقدرون تتابعوا بلايك اي استفسار عندكم، اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله ارد عليكم. كانت وياكم نوبة، دمتم في امان الله، مع السلامة.